كما شهدت فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية مبادرة رالي السيارات الكهربائية. يشارك في الرالي 22 جامعة مصرية ب 43 فريقا. كهربائية صنعت بأياد مصرية تجمعت هنا بمنطقة يؤارينا بمدينة العالمين الجديدة لتشارك برالي إيفر ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. وب700 طالب وطالبة على مدار عدة أشهر عمل هؤلاء الطلاب واجتهدوا ليؤكدوا على قوة ومهارة الشباب المصري في الصناعة والتطوير. الحقيقة أن هذا الجهد الحقيقة بيأتي في إطار أن احنا كدولة بنشجع النهاردة تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة والاستفادة من مخرجات البحث العلمي زي ما الدكتور أيمن قال، ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات حقيقية على الأرض. وهنا أنا حابب أن أنا أجدد التأكيد على تقديم كل الدعم لشباب مصر للإبداع والابتكار بما يحقق زيادة مساهمته في مختلف أوجه الاقتصاد المصري، وما يتضمن ذلك من مجالات الصناعة خاصة صناعة السيارات. يشارك في الرالي 22 جامعة مصرية ب43 فريقا ويتنافسون سويا للحصول على المراكز الأولى، إلا أن الهدف من المسابقة في الأساس هو تدريب وتطوير الطلاب والكفاءات لتشجيعهم على الصناعة المحلية وتوطين الصناعة الوطنية. أول مرة نشارك والحمد لله قدرنا نحقق أول مركز بوقت قياسي جدا 7 ثواني، وده اللي عملناه في السيميوليشن قبل ما نصمم أصلا، وطلع معانا الحمد لله الوقت هو تقريبا 7 ثواني في السيميوليشن، 7 ثواني الحقيقة، والحمد لله ربنا كرمنا المركز الأول مع إن أول مشاركة لينا. أكيد طبعا فرحانين بعد التعب ده كله، وفرحانين وكلنا على قد ما تعبنا لقينا الحمد لله سيمي أكتر من شهر واحد ومن قبلها وإحنا شغالين، واجهنا مشاكل كتير وبرضه كنا بنعافر ونكمل ونحل مشاكل دي الحمد لله. احنا الجامعة التكنولوجية الوحيدة في المسابقة كلها، تمام، وقدرنا ان احنا ناخد مركز اول من اول مشاركة لينا في المسابقة. طبعا دي حاجة كبيرة جدا وما جاتش بالسهل، كانت الاول بتوفيق ربنا. كان نفسنا نفوز قوي، احنا تعبنا واشتغلنا كتير جدا وكان نفسنا ان احنا نحقق مركز، والحمد لله ربنا كرمنا على قد تعبنا. استعداداتنا النهاردة ان احنا كنا داخلين ان شاء الله اللي هو نكمل السباق للاخر، مهما كان اللي هيحصل هنكسب او هنخسر، بس اهم حاجه نوصل للاخر عشان دي حاجه احنا تعبانين عليها بقى لنا 4 شهور. ف دي كان اهم حاجه عندنا نظهر شغلنا للناس كلها. وتاتي مبادره رالي السيارات الكهربائيه بدعم من اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا بجامعه عين شمس بالتعاون مع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه وتحت رعايه مجلس الوزراء من اجل وضع مصر على الخريطه الدوليه للمشاركه في المسابقات الدوليه. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.